لا 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 لا، الكرة دي شكلها تيجي، شكلها تيجي. لا لا لا، ما يشوتش بالله عليك، ما يشوتش. لا لا، ما تمسكوش، امسكوه. لا لا هو، يا لهوي، لا لا لا، بيجري ليه؟ الحمد لله ضاعت، الحمد لله. لا 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 لا، هيشوت هيشوت. اشهد لا لا لا، اشهد محسوب. هما لو اتعادلوا هياخدوا نص الكاس؟ اه، كل فرقة هتاخد حتة. هو محمد صلاح فين؟ في الحمام. يعني ايه اوفسايد؟ ده حوار كبير كده، بصي نخلص بس الماتش وافهمك كل حاجة. هي فردي معناها ايه؟ هي فيفا دي معناها ايه؟ هي حياتنا دي معناها ايه؟ هو انت بتشجع الاحمر ولا الاسود؟ انا بشجع الابيض، الاسود ده الحكم حضرتك. هو كاس العالم ده مهم قوي يعني؟ ما تجيب حلقة منى الشاذلي وتشوف الماتش في الاعادة. منى الشاذلي؟ هي الرجالة دي حجز الملعب قد ايه؟ هما هيخلصوا على طول اهو، هيطلعوا يشربوا قصب. هو الاحمر ده الاهلي؟ يا بنتي ده كاس العالم، يعني بطولة عالمية، اهلي ايه بس؟ يعني ده ليفربول؟ طيب مبدئيا كده البطولة دي متكوسة. الله، لعلمك الحكم ده مرتشي، انا عارف من عندنا من البلد. الله، انت لو خدت بالك هتلاقي ان جون الفرقة دي اصغر من جون الفرقة التانية، هتلاقي ان العارضة داخلة يمين شوية لو خدت بالك. يا ابني دي مقصود، يا ابني اصل دي كلها في الاول في الاخر سياسه. طب انت عارف ان هما كانوا هيجيبوا النجم رضا البحراوي يفتتح الكاس، بس هو رفض، كان وراه اوردر. الله، طب انت عارف ان البطوله دي كلها متكوسه اساسا علشان المانيا تاخدها؟ اه ايوه، بس المانيا خرجت من كاس العالم من زمان. ها؟ أه؟ خرجت المانيا، خرجت. لا، ما هي خرجت بتجيب حاجه من بره وجايه. الله، يا بنتي مصر ما تأهلتش اساسا. يا عم شجع، هو حد واخد منها حاجه؟ الله، بجد انا فرحانه قوي، انا عايزه اقوم اعمل فشار. جول يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. ايه ده؟ الله، الفرقه التانيه جابت جول برضو. انا بجد فرحانه قوي، يا رب الفرقتين يكسبوا. الله يا عم، بتشوط ببطن رجلك ليه؟ شوط بوش رجلك. الله يا عم، بتشوط بوش رجلك ليه؟ شوط ببوز الجزمه. بتشوط ببوز الجزمه ليه يا عم؟ شوط ببوز البطه. التمركز بتاعه مش مظبوط يا زغلول، عدله جسمه المفروض تكون جايه بزاويه 145 درجه مع عموديه مع الشمس. يا دنيا يا ابني، شوف الواد اتعور. يا قلبي يانا، ربنا يكون في عون امه، اكيد قلقان عليه. لا، ما هي مش ناقصه دراما بالله عليك. يعني الواد ده شكله ضعفان قوي، اقشر له برتقانه ده ولا اعمل له ايه؟ برتقانه؟ انا بجد الفرقه الخسرانه دي صعبانه عليا قوي، حرام والله. ضيعتها ضيعتها ليه بس؟ ليه بس؟ خلاص ما تزعلش. يا هو الواد بيعيط ولا ايه؟ خلاص خلاص بجد انا اسفه. لا حول ولا قوه الا بالله. لعلمك انا حاسس ان الفرقتين هيخسروا. يا اخي انت ليه منع الفرحه تخش الملعب؟ اه، هم يكسبوا ملايين واحنا نقعد نحرق في دمنا. يلا، ما هي الدنيا دي يعني. اه يانا يا جدعان، دي كرة جلد منفوخة لإلهاء الشعوب يا جدعان، امتى هنصحى ونفوق؟ طب انا حاسس ان هما لما يجوا يرفعوا كاس العالم هيقع منهم يتكسر. اه، الواد ده وقع وقعة جامدة، شكلها رباط صليبي. ايوه بس اللعيب ده مسلم، يبقى شكلها رباط هلالي.